السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. البنات اليوم ما فقت بكري، البارح كنت سهرانة شوية من عند حتى 4، ايوا صافي. قلت شنو غادي ندير اليوم؟ ما كاين ما يدار، الحمد لله. صافي صبحت نعسة، جات المرات طرفات الدار وسالات، ودابا وجدت الفطور باش نفطر. خديت هاد الخبز ديال هاد دخل الساندويتش هذا الطوس، درت ليه الفرماج، درت ليه كونفيتير، حطيت شوية تفوف، حطيت كبحال دائما ديسير أو الخضرة في الفطور، وخرب ديك ليا نص ديال البنان وعاد هرب. جيت لقيتو كياكل، قلت ليه الفطور؟ قال لي صافي ماما كليت البنان. ايوا البنات هادشي اللي كاين. المهم بديت معكم الفيديو من الفطور ديالي. شوفي حاطه الفطور، ما حطيت لا الطبله اليوم لا حتى شي حاجه، بغا نشعل التلفازه. ايوا صافي صبحت عيانه اليوم شويه، ماشي عيانه الحمد لله، الصهير الصهير اللي دارني شويه. ايوا الحمد لله درت اشي غير بهاد الشاصيه هادي. هادشي اللي كاين، غادي نشارك معكم نهاري كيف غيدوز، غادي نشارك معكم شنو غندير في هذا النهار. ايوا ان شاء الله باذن الله. يلا البنات خليكم على خير حتى نكمل الفطور ونتلاقاو. تغديت البنات وخرجت، قلت غادي نضرب دويره المرجان، نتقدى داكشي اللي خاصني. لقيت تخفيضات في بزاف ديال الحاجات، ايوا قلت علاش ما نشاركمش معاكم ونجيبو دويره ان شاء الله كاملين. البنات حمقاتني هاد الفراقه، هاد سميتهم كتحطو في الطبله وكتحط فيها غزاله غزاله تبارك الله، ولكن 220 درهم. جاتني قاطحه شويه في الثمن، غاليه ما عرفتش واش هو ثمنها ولا غير هما زايدين فيها ولا شنو، ما معرف. وهاد البواطا شحال زوينه، حتى هي 40 درهم، زوينه كتشد ديال الزاز. وجايبين عاوتاني هاد الليمون ديال الفران، غزاله فنه، 79 درهم، بحال 16 مية. الصراحه ثمنها زوين، وشحال حمقتني هاد البريمه غزاله ما شاء الله فنه، كتحمق. زوينه دايره 4000 ريال، 199 درهم، دايرين ليها 4000 ريال، زوينه. شوفو الطبيخات كيف كيجيو، الصغير ب7 دراهم والكبير ب9 درهم، كيجيو هاكا اونسومبل في الطبله، ياخد واحد 6 صغار وستة كبار، ويقعد بيهم طبيله. جاي رمضان دابا تيبغي التاويل والحداقه. والبنات هاد السميتات شحال فنين، كتجي معاهم القطاعة ديال الربيع، داير 50 درهم. يعني راكم عارفين في مرجان ديما ديك 49 وهذا الفاصيلة، يعني كيكونو ناقصين درهم. و تي إيوا هادشي لي شفت ديال البواطات، كيحمقو هادو. وفي اللخر ديال الفيديو كاين بواطات آخرين كيحمقو فنين، كاين هاد تلاتة ب400 درهم وهادو 45 درهم. غير هادوك قصار وهادو طوال، غزالين. وعاد كاين وحدين اخرين مخفضين كتر منهم، غير كمل الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفو. شوفو هاد البانيوات هما شحال زويونين، تلاتة فنين، كبير الميان والصغير زويون. الطريقة باش دايرين حاطين هادشي زويون، الله، يعني حاطين كل شي حدا بعضياتو. طريقة زوينة، ماشي بحال اللي مولفين كانوا كل حاجة كيحطوها في خلط. البنات هاد المقلة ب7000 ريال، غالية ولكن راه زوينة. 7000 ريال اللي دايرة، ودوك التيسان اللي دزت من حداهم دايرين ب18 مية، 90 درهم، عجبوني. ماشي كيسان زليفات تحط فيهم مكسرات تحط فيهم، ولكن غاليين بزاف. وهاد البلاطويات دايرين، الخرين كانوا 59، وهاد واحد صغار داير ليهم 39. وكاين هاد الليمون اللي كيجيو في الفران عاد صغيورين، دايرين 10 دراهم. وكاين هاد الكبار هاد الكبار دايرين 25 درهم، زوينين صراحة تعجبوني. وكاين هادي ب120 درهم، تديري فيها كيكة هاكا بالغلاقة ديالها،
وهادو 25 درهم، راه كانوا المرة اللي فايت، راه فايت صورتهم معاكم. وهاد الكيسان شحال كيحمقو ب12 درهم كل واحد وثمانو، هادو ديال المغرب محمقين ولدي باغيهم، إوا قلت ناخد له شي واحد إن شاء الله. هنايا داير هاد القرعة كانت كدير فيهم العصير زوينة، هادي بالسبورة ديالها ب100 درهم. وشوفوا هاد المقيلات شحال كيحمقلو هكا، كتحط فيهم ماكلة، ولكن 79 درهم غاليين دايرينهم. خديت أنايا هاد واحد المقيلة خاصاني، مقيلة ديال بغداد دايرين 12 100 زويونين. البنات أنا معرفتش علاش التليفون كيتقلب ليا هكا وكيصور ليا، غير عرفتي كنتعصب ملي كنلقى الفيديو غير تغيور هكا، عرفتي واحد العصاب كنتعصب والله. البنات بقاو حتى الاخر ديال الفيديو، راه كان واحد اللقطات حطيتهم كيفاش دوزت عيد الحب انا و انا الكبيره ديالي انا واسلام، غير بقاو حتى الاخر ديال الفيديو تشوفوا غير لقطات خفيفه هكا درت لكم. هنايا كاين هاد البواطات 59 درهم، فيها 10 البواطات صغار وعاد الكبير، عاد البواطه الكبيره. وهادو شحال فنين غزالين ورخاص والله، فيهم فواطة كبيرة وفيهم فيهم وقيلا 10 تا هما، وفيهم هاد الصغاورين تما عندهم الغطايات ها هما لداخلين في هاد الفواطة، عرفتي غزالين هادو فنين. 40 درهم كاملين، 40 درهم راه 39 يعني 40 درهم، وهادو 59 يعني 12 100 زويونين. وكاينين هاد العيبات اللي كديروهم هكا ديال الرحلات، كتبغيو تخرجوا الوليدات للغابة وهذا، تيجيو فيها هي 100 درهم، تيجيو فيها هكا 6 كيسان، 6 المعلقات، 6 بوشيطات، المهم 6 ديال الحاجات، طباطل وكل شيء، صراحة زوينين البنات. هاد شحال كيحمقو هاد الكويسات غزالين، ب35 درهم يعني 700 ريال. شو السكيل ديالهم عارفين، ندمت لي ما جبتش معايا تكريط، انا هكا غير هكا للدار هكا مور الفطور في رمضان، تبغي الواحد يدير كويس ديال الاتاي. وكاينين هادو ليمون، هادو وكاين الزليفات زوينين، السوبيرة ديالهم ب 2600، السوبيرة والزليف ديالها غزالين. وكاين هاد الطبسيل الكبير اللي كيهز 4 الفرارج ب 1200 واعر، 1200 كيهز 4 الفرارج غزال. شو البنات هادو شحال زويونين هاكا، يديرو لصالاد يديرو فيهم أي حاجة، ب 700 ريال تا هما غزالين. وشفت عاوتاني هاد الطبيسيل هاكا اللي تحط فيه الشباكية، تحط فيها الزيتون، تحط فيها هاكا الزيت والكونفيتير ب 20 درهم، يعني كاين الحويجات. راه ما كنصورش لكم داكشي الغالي، رانا غادي عاد داكشي الرخيص. شوفوا هاد المول ديال الفران ديال الكراتان ب 800 ريال غزال ان شاء الله، وكاين تو غادي ناخذو، المهم داكشي اللي غناخذ راه نشاركو معاكم كامل ان شاء الله. حيت انا مشيت على حساب التقديانيس، دايرين تخفيضه في النصار ب 2800 في النصار. وهاد الطاولة اللي عجبوني في مسطال ديال الدوش وسطال ديال البوبيل ديال الكوزينة، حاشاكم عندكم دار ديال النفايات ديال الزبل، اسمحوا لي على هاد خفتي حد ما يعرفش ديك الطاولة ديالي، اسمحوا لي راكم عارفين هاد الشيء حرشوم عادية وطبيعية، بس تنهضروا بس ايوا البنات. جيت لهاد البلاصه ديال المعطر ديال الملابس، المعطر ديال البيت، ورخيت هادو زوينين ب 11 درهم فاصله 90، يعني بحال 240 صافي. كنت تحيدي لهم هكا هاد الكاغط هاد التصويره، وتبقاو يعطيو واحد التعطير زوين في الملابس وفي داكشي زوين. ايوا صافي دابايا رجعت الدار، ايوا نشارك معاكم شنو خديت. صافي البنات هادشي اللي تقديت، هادو راه كيحتاجو ولدي. في الاول خديت غير هاد الجوج، خديت غير هادو، ملي بديت خارجة خديت ديال السميدة،
زود هذا زود عليهم شوية في الثمن عشان خديته، لأن ولدك يحتاجهم بزاف، ولادي بجوج صراحة يحتاجهم. وش مرة أنا كان بغا ندير البيتزا هاكا و تيكون مزروبة ندير بعد عيش كل البيتزا، صافي خديت هاد الخبز ديال الكومير الصغيور ديال الكرباسة، هذا هو اللي يحتاجه ولدي، هذا هاد بحال بحال شكل ديال لانجيت و تنحي بيها هاكا، ها شفتو الطبلة يعني الخشب وكلشي. وهذا ديال الطواليط أعزكم الله، تيمسح الطواليطات ولا مبواش وهذا. هذا المخشر خديتو لولدي زوين مو نظيف، خديتو هذا لولدي، ولدي البشرة عندو دهنية و تنوضي الحموم، صافي خديتوني صافي. وخديت لهادو لي تيجيو واعرين، متنديرهم في الطاكار ديال الحويجات ديال المار، كتحيدو ليهم هادي بحال هاكا ولا كتقطعو غير النص غير بحالو. اللي ما بغاش يديرها طويلة عندها زوج ثلاثة، اللي ما بغاش يديرها غير هاكا ولا يعني لو ما تحديش لها الكارت كله تقطع غير من هنا، بس تبقى بشوية الريحة كتشرب فيهم الريحة ديال المسك غزالة. خديت واحد المخيلة، المخيلة اللي كانت عندي ديال بغرير ما بقاتش خدامة ولا كتلصق، وهادو هما الاصل علاش مشيت، هما هادو حتوما لا كنحتاج بالفرماج ولا كشي. خلي الفراوي الصاصا كنلبوزي، ولدي كيحماق على ميلفاي، ولدي كبير خديت صافي. او خديت هاد الحلوة هادي بحال هاكا، خديت هاد البرودوي ديال باركينغ ديال باش ندفن بيه البيوتا ديالي وديال ولدي، وخديت هاد المنظف ديال لابابو ديال الروبينيات، المهم تنستعملو أول مرة غناخدو. وخديت هادي شحال كتحمق يا ربي، غزالة غزالة غزالة، حمقاتني، كندير فيها الكراطان ندير فيها كلشي. وخديت هادو صراحة عجبوني، والثمن ديالهم زوين. شوف شوف هادي راه فيها شي 30 في العرض، ثلاثين، وهادي 40 سنت، هادي كبيرة زوينة. صينية مخيرة، البسبوسة، الكيكة، الدجاج، الخضيرة، كل شيء صراحة عجباتني بزاف. نعاود الحاجة اللي كتاخدو ما كتندميش عليها، أما اللي كنحمد عليها صافي. بحال خليت لها الكاغط وتبقى تشرب. وخديت هاد الكاس لولدي صغير لشريت الزين ديالي إسلام، خديت له هدا عمتي جبتو، قلت لها لك واحد المفاجأة. وريتلو كيحماق على بحال هادشي ديال المغرب هاكا، كيحماق على عرفتي كيطير بالفرحة. صافي خديتلو هدا بحال هاكا، وهادشي لي كاين البنات راني شاركت معاكم نهاري البسيط كيف دوزو سر. هادو هو نهاري داز بحال هاكا، مفقتش بكري، فطرت احنا خلصنا في الجمعة، قلت لكم كنت غنتغداو عند شيخي، هبطت بالدار ما تغداش عند شيخي، فطرت معطلة، هبطت جلست معاهم شوية وصافي ما قدرتش ناكل. ايوا مشيت كنجري المرجان، ها انا دخلت يلا نطرف هادشي، كل حاجه رجع بلاصتها وندير الكوتي الوليدات. ايوا اش غادي نديرو، هادشي اللي كاين البنات، يلا الله يعاونكم. ايوا هنا قلت ندير لكم دويره في هاد المخبزه غزاله بحال السلام، سميتها ديليسيا بالانس، واعره عندهم الحلويات وكرواسا عندهم داكشي واعر، حلوه اللوز حلوه الصابلي عندهم كل شيء. كنت انا ولدي هاد اللقطات اللي بينت لكم ديال المخبزه، راه نهار عيد الحب كنت خارجه انا ولدي الصغير اسلام، وصافي دزنا المخبزه باش ناخذ كرواسا، هو يقول ماما كاين القلوبة وكاين داكشي، ماما اليوم عيد الحب، قال لي اجي انا وياك نديرو الحفله، نديرو عيد الحب ماما انا وياك. قلت له يلا، ما عمري احتفلت بصراحه بشي عيد ولا هذا. وصافي ناخذ ماشي احتفال، خدينا غير عصير وخدينا حليوة انا وياك، غادي تحمقو هاد القليب هكا فيه لوب. ماما عفاك قال لي اجي انا حاطه الصاج اجي ماما نديرو الحفله. قلت لي لا راه بشحال الحال دابا، وراه خصني ندخل للدار وما كنفهم حاجه ما درتهاش. ايوا صافي قال لي ماما ناخذ هي حلوه وناكل انا وياك. قلت له يلا واخا ان شاء الله يا ربي. ايوا صافي خديت لي الحليوه اللي بغا. بالنسبه لك القلب الكبير هذا كبير بزاف، قلت لك كون كان الوقت ندير للدار وندير لك الحفله، ولكن قلت لي راه ما عنديش الوقت دابا يوم بسهوله. صافي وخديت انا وياه غير حليوه هكا، ولدت انا وياه في الريستوره هكا، هي هاد الريستوره ديال حي السلام، ف
فيها المخبي حداها المخبازة على حسابهم. صافي خديت انا غير حليوة هكا، وهو مشى جاب بالراس وقال لي ماما نهز الراس ما نخليش شي يهز لي شي حد يجيبها لي. قلت لي يلا صافي داك قال لي بشحال غدي ول صافي هزوا داك الشكلاط فوق انا مكتوبة بيه لوب وكلاه عجبو الحال فرح بزاف والله. تقول يا ماما فرحتيني شكرا ماما على هاد الفرحة. ايوا شي باش ما كانت تفرحوا الوليدات والله العظيم حويجات بصات كيفرحوا. ايوا الحمد لله. ايوا كان هنا البنات تيشالي الفيديو، كنتمناكم دعموا القناة لايك والاشتراك وتبقوا على خير.